يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل متسب بقناة بواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. فإخواني الكرام، أنا حبيت نشارككم هذا المنظر، هذا سبحان الله العظيم، المنظر ديال البط تيسبح في هذا الماء هذا. شوف، أنا نشارككم هذا المنظر هذا ونحفز الناس اللي باغيين يدخلوا هذا الميدان هذا. أنا ما أنتم شوف شوف ما شاء الله، شوف سبحان الله العظيم، راه أفضل منظر هو هذا. غتجيب الكرسي وتجلس حداهم وتبقى تفرج فيهم غير باش تمتع بهذا المنظر هذا. شوف سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى زرع الحب ديال الماء في الطائر هذا، والطبيعة ديالو هكا سبحان الله. ايوا شوف، نخليكم مع هذا المنظر هذا ونلتقي ان شاء الله في حلقه اخرى باذن الله تعالى. فتنشكركم، وما تنساوش كما نقول دائما الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب، وايضا للتوصل بالجديد المرجو الضغط على وتفعيل زر الجرس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.